مطعم اسطنبول فلاور، مطعم معروف من زمان، مفتوح اكثر من 10 سنين بدبي. اول فرع هو مفتوح بشارع الشيخ زايد. واسطنبول فلاور مطعم تركي مشهور، مأكولاته متنوعة وكثيرة. في عنا مأكولات تركية مشهورة، أهم المأكولات التركية هي عبارة عن المشاوي. في عنا أنواع الفطاير اللي هن بيقولوا لها بالتركي بيدا، وفينا كمان نسأل الشيف هو تركي أصلا حيخبرنا عن المأكولات التركية بشكل واضح أكثر. زينجين أوسمان وبرتك متفاهمون زينجين من السؤال. الشيف بيقدر يعمل أي أكل أو أي طعام، أي طبخ ممكن. بالنسبة للمقبلات كمان عندنا المقبلات معروفة، المقبلات التركية مشهورة كثير. شيف اوريدي كل يوم بيحضر هيدي المزات المقبلات المعروفة. الأكل التركي هو إجمالاً يعني في بيتضمن شرقي وبيتضمن المطبخ العثماني القديم. سو اثنيناتهم بيجمع بين اثنين، بين الشرقي اللي هو العربي وبين العثماني الأصلي التركي الأصلي. فالأكل متنوع كتير بشكل بيختلف عن المطاعم الثانية. هيدي الميزة تبعية المطبخ التركي يعني.